السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل اختبار شهر اكتوبر، اختبار الاول عندك في كتاب المعاصر صفحة 24 ان شاء الله، ونحل صفحة 25، يبقى الاختبارين بتوع شهر اكتوبر من كتاب المعاصر. ونبدأ السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. اول حاجة بيقول لي 12%، يعني ايه 12%؟ يعني 12 على 100، 12% معناها 12 على 100. تعالى نبدأ أول حاجة عندي، بيقول لي 12%، تعالى نحل بره 12 على 100. إيه في الاختيارات اللي موجودة عندي تديني 12 على 100؟ ده 3 من 10، معناها 3 على 10. طبعا هنا ممكن نبسطها في أبسط صورة، نبسط الكسر في أبسط صورة. تعالى نبسط الأول الكسر ونشوف الإجابات الاختيارات اللي عندنا. فوق يقبل على الاتنين عدد زوجي، وتحت يقبل على الاتنين. 12 على الاتنين هتديني 6، هقسم تحت على الاتنين، 10 على 2 هتديني 5، وعندي 0 هنزله. تمام كده؟ طيب هنا برضو ما هياش في ابسط صورة، ليه؟ لان ده عدد زوجي وده عدد زوجي. تعال نبسطها كمان مرة، هقسم فوق على الاتنين لان ده زوجي وده زوجي، اقسم على الاتنين هتديك 3، اقسم على الاتنين هتديك 25. عندي اختيار 3 على 25، او عندي اختيار 3 على 25، يبقى الاختيار رقم ج. وتعال نشوف السؤال التاني، باقي طرح 1 على 7 من 8 على 7. باقي طرح 1 على 7 بعد كلمة من يتكتب الأول اللي هو 8 على 7 ناقص 1 على 7. المقامات واحدة، باخد منها مقام واحد بس اللي هو 7، وبطرح البسط 8 ناقص 1 هيديني 7. 7 على 7 معناها بواحد صحيح، الاختيار رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3، العدد الصحيح الذي يقع بين 5 على 7 و5 على 3، هو عايز عدد صحيح بين 5 على 7. طبعا عشان اجيب عدد صحيح لازم تكون المقامات واحد، ادي هنا 5 على 7 وهنا 5 على 3، اوحد المقامات على 21، هنا 21 وهنا 21. تعالى هنا بقى نشوف، نعمل المقص، 3 في 5 ب15 وال5 في 7 ب35. طبعا كل الاعداد اللي ما بينهم دي، بس هو عايز مين؟ هو عايز عدد صحيح مش عايز كسور. يعني ايه عدد صحيح؟ يبقى البسط اكبر من المقام فيقبل الاسم. عندي 16 على 21، عندي 17 كده برضو اقل، عندي 18 كده اقل، 19 برضو اقل، بدأنا في 20 على 21 برضو اقل، نبدأ نزود شوية، 21 على 21 اكبر، يبقى تديني ايه؟ 21 على 21 يديني ايه؟ 1. يبقى العدد الصحيح الذي يقع بين 5 على 7 هو مين؟ هو الواحد، يبقى الاختيار رقم الف. ونشوف السؤال التاني، اكمل ما يأتي. هنا بيقول ايه؟ سالب 4 على 5 بيساوي 20 على س، سالب 4 على 5 بيساوي 20 على س. تعالى برضو نحل بره، ادي سالب 4 على 5 وهنا بيساوي 20 على س. عندي طريقتين، يا تعمل المقص يا تشوف الاربعة اتضربت في ايه بقت 20، اضرب في البسط زي ما اضرب في المقام. الاربعة اتضربت في ايه؟ ادت 20 ضرب في 5، ضربت تحت في 5. تمام كده؟ هنا الاربعة في 5 ب20، بس السالب راح، السالب راح يعني ايه؟ يعني هو ضرب في 5 ولا في سالب 5؟ لا، ده ضرب في سالب 5، عشان سالب في سالب هيروح. تمام كده؟ طيب 5 في 5 ب25 وعندي سالب هنزله، يبقى السين دي بكام؟ ب25 بالسالب، يبقى سالب 25، يبقى السين معايا بتساوي سالب 25. ونشوف السؤال التاني، ألف زائد 6 على 7 بيساوي 0، الألف إلا زوده عليها يديني 0، العدد وعكسه. يعني إيه العدد وعكسه؟ العدد وعكس الإشارة، يعني المعكوس الجمعي للعدد. انا عندي 6 على 7، اعكس اشارة الموجب تديني سالب 6 على 7، ساعتها يبقى العدد ومعكوسه يديني ايه؟ 0. يبقى هو عايز مين؟ سالب 6 على 7. سؤال رقم 3، العدد النسبي س ناقص 5 على س بيساوي 0، بيساوي عينك على البسط، بيساوي عينك على البسط، وخد عكسها، عندي سالب 5 خد عكسها تبقى 5. خلاص كده، خد عكس السالب 5 تطلع 5. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3، طبعا سؤال طويل عايز يتحل بره. اذا كانت س بتساوي 3 على 8 وص بتساوي نص وع بتساوي سالب 3 ارباع، تعال نكتبها بقى بره، ص بتساوي س بتساوي 3 على 8، 3 على 8 ادي السين،
وص بتساوي نص، وعين بتساوي سالب تلات ارباع. تمام كده. عايز قيمة السين ناقص الصاد، ده كله زائد العين. تعال نشوف. بسم الله، شيل كل حاجة وحط قيمتها. شيل السين وحط قيمتها. قيمتها بكام؟ بتلاتة على تمانية. ناقص شيل الصاد وحط قيمتها. قيمتها بكام؟ بنص. ادي الكوس زائد العين. العين عندي بكام؟ بسالب تلات ارباع. تمام كده. اهم حاجة عندي الخطوات، انت ممكن تحلها كلها على الآلة بس لازم الخطوات، هو بيدور على مسألة لفظية يعني لازم تحل بالخطوات. هوحد المقامات، الاتنين توصل التمانية. توصل. اضربها في ايه؟ اضرب في اربعة، اضرب فوق في اربعة، بقت التلاتة على تمانية زي ما هي. ناقص واحد في اربعة باربعة، اتنين في اربعة بتمانية. ادي كده القوس اتوحد. طب اوحد اللي بره، اضرب في اتنين واضرب فوق في اتنين، السالب معاك زي ما هي، اتنين في تلاتة بستة، اتنين في اربعة بتمانية. كده المقامات كلها بقت واحد، هعمل ايه؟ هاخد منها تمانية واحد. تعالى نطرح. تلاتة نقص اربعة ما ينفعش، انا عندي هنا كان العدد طرح، خلاص هنا تلاتة نقص اربعة ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ هنعدل الاشارات بتاعتنا، ننزل التلاتة على تمانية زي ما هي. تلاتة خليها بقى مقام واحد، تمانية كل المقامات واحدة، باخد واحد. ناقص اربعة، موجب وسالب هتديني ايه؟ سالب. الموجب والسالب جنب بعض، اللي تكسب معايا السالب. سالب ستة، بقت كده المقامات واحدة، باخد منها واحدة. المقامات واحدة، باخد تمانية واحدة. ونبدأ نطرح. تلاتة نقص اربعة، بادئ بالصغير. تلاتة نقص اربعة هتديني سالب واحد. سالب واحد سالب ستة، سالب واحد سالب ستة، اشارة سالب وبجمع، سالب وسالب، اشارة سالب وبجمع، يبقى سالب سبعة على التمانية. كده تبقى خلصت المسألة. ونشوف المسألة اللي بعدها. اوجد ثلاثة اعداد نسبية تعبر عن العدد سالب تلات ارباع. عايز تلات اعداد نسبية، زود بقى براحتك، اضرب في اتنين، اضرب في تلاتة، اضرب في اربعة، زي ما انت عايز، بس اضرب في ارقام صغيرة تعرف تضربها. اضرب في اتنين، الاتنين في تلاتة بستة، عند السالب هنزله. اضرب في اتنين، اتنين في اربعة بتمانية، السالب معاك في كله. اضرب في تلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة. اضرب في تلاتة تحت، التلاتة في اربعة باتناشر. اضرب في اربعة، السالب معاك، التلاتة في اربعة باتناشر. اضرب في اربعة، اربعة في اربعة بستاشر. تمام كده. يبقى دي الاعداد النسبية. كده احنا خلصنا الاختبار الاول، وتعالى نشوف الاختبار التاني لشهر اكتوبر. عندي اول حاجة بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة. اصغر عدد نسبي غير سالب، عايز عدد نسبي غير سالب. طبعا انا عندي العدد النسبي الغير سالب والغير موجب، احفظها الصفر. العدد النسبي الغير سالب والغير موجب اللي هي الصفر. نشوف السؤال اللي بعده. عدد الاعداد الصحيحة الواقعة بين 3 على 5 و 8 على 7. عايز عدد الاعداد، يعني هوحد المقامات واجيب الاعداد اللي ما بينهم. تعال نحلها برة. 3 على 5 و 8 على 7، وهنعد الاعداد اللي ما بينهم. هعد الاعداد اللي ما بينهم. تعال نشوف. عندي هنا 3 على 5 و 8 على 7، هوحد المقامات على الخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. اوحد على الخمسة وتلاتين، ودي هوحد على الخمسة وتلاتين عشان نجيب اللي ما بينهم. تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، والخمسة في تمانية باربعين. عايز الاعداد اللي ما بينهم بقى، بين الواحد وعشرين لحد الاربعين. عايز اعداد صحيحة، يعني لازم البسط اكبر من المقام. يعني اتنين وعشرين على خمسة وتلاتين لا، تلاتة وعشرين لا، اربعة وعشرين لا، خمسة وعشرين لا. يعني هنبدأ من اول خمسة وتلاتين على الخمسة وتلاتين. ده هتديني ايه؟ هتديني واحد، يبقى ده كده عدد صحيح. اشوف بقى لو في عدد تاني يقبل القسمة. ستة وتلاتين على خمسة وتلاتين لا، سبعة وتلاتين، تمانية وتلاتين، تسعة وتلاتين، اربعين. ده كلها هتديني كسور، يبقى ما عنديش غير عدد واحد فقط. عندي عدد واحد فقط اللي هو الاختيار رقم ب. تعال نشوف السؤال رقم تلاتة. سبعة وخمسين من مية دائري. يعني ايه دائري؟ يعني بتعمله على الآلة الحاسبة، بتكتب صفر علامة خمسة سبعة، خمسة سبعة، خمسة سبعة، خمسة سبعة، بمعنى ان الخمسة بتتكرر اكتر من مرة والسبعة جنبها بتتكرر اكتر من مرة. هتكتبها على الآلة، ولما يظهر لك السهم تعمل يساوي. لما يظهر السهم هتعمل يساوي، هتطلع لك على الآلة 19 على 33. ممكن تتأكد منها برضو، 19 على 33. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. أكمل ما يأتي إذا كانت س زائد 4 على س ناقص 3 ليس عدد نسبي. ليس عدد نسبي، فإن س ناقص 2 بتساوي. أنا هنا هبص فوق ولا هبص تحت؟ يبقى هنا ليس عدد نسبي، هبص فين؟ هبص تحت، عيني على المقام، أخد عكس اللي تحت. عندي سالب 3، خد عكسها تديني 3، يعني س دي بكام؟ ب3. فإن س ناقص 2، أنا طلعت قيمة س لوحدها، شيل الس وحط ال3. شيل السين حط التلاتة، تلاتة نقص اتنين هتديني واحد.
المعكوس الجمعي، المعكوس الجمعي عكس الإشارة، المعكوس الجمعي عكس الإشارة. أي حاجة أس صفر هتديني واحد، اعكس إشارة الواحد اديني سالب واحد. السؤال اللي بعده، العدد المحايد الجمعي في نون. طبعا المحايد الجمعي في نون هو نفس المحايد اللي هو الصفر. سؤال رقم 3، أوجد عدد نسبي يقع بين الخمس وخمسة وعشرين من مية. الخمس وخمسة وعشرين من مية، تعالى بقى نحلها بره.